يلا يا حمود. طب ممكن اقول حاجه؟ مع السلامه. والله كنت هقول الله يسلمك. والله العظيم يابا 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 شعلومك يا ولد. امي قعدت بالبير وماتت. الحمد لله الحمد لله. انت عندك امتحان ايه النهارده؟ علوم وانجليزي ومستوى. طب ما تيجي اراجع لك عليهم قبل ما تروح الامتحان. لا يا بابا، ما صدقت المعلومات اللي نزلت في دماغي. طب ما اراجع لك عليهم. لا، عشان لو قلتهم تاني مش هعرف اقولهم في الامتحان. انت شايف كده؟ لا خليهم لازقين احسن يا عم، خليهم لازقين. يلا. ايه يا حمود عملت في الامتحان؟ بص يا بابا. ايه يا حبيبي؟ دخلت المدرسه زي الفل. تمام. دخلت الفصل زي الفل. تمام. لكن نسيت ورقه الاسئله. اه نسيت كل حاجه. كل حاجه؟ كل حاجه. ما افتكرتش ولا سؤال؟ ولا سؤال. ايه يا بابا، انت سخنت ولا ايه؟ انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم. انت جاي حضانه؟ انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع، فوق الفظيع. وانت تحت المريب. انا تحت المريب، انا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم، يا بني ادم. انت هنا في بيتي وانا ولا هديك على وجهك. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله الله الله، انت بتقل ادب.